انا اصلا قبل ما ندير من اسس التعاونيه ديالي اسستها نهار 10 شهر 9 2016، ولكن من قبل كنت ندير هاد لي برودوي هادو، تندير ارغان وكندير املو وكندير العسل. حنا عندنا ترخيص ديال لونسا في الزيوت، سيرتيفيكاسيون ديال لونسا هذا في جميع الزيوت، مثلا زيت ارغان، زيت اللوز، زيت الجنجلان، زيت السمسم، زيت الجوجوبا، كاع الزيوت عندنا كنصيبهم تقريبا في كان شي 50 زيت. حنا كنصيبهم في التعاونيه في نواحي التيزنيت يعني في جامعه اربع الساحل، وعاد تنجيبهم هنا لي بوان دو فون ديالنا في نقط البيع هنا في الرباط عندي. على حسب دابا الاسعار بالنسبه للارغان هاد الايام طلع شويه في السوق، لان الاقل ما كاينش هذا، كاين الطلب وما كاينش العرض، قليله الارغان لان ما حد الارغان من هنا لقدام كيكتشفوا الشعوب، ما حدو كيقل لان المنطقه اللي فيها ارغان هي في اكادير وتيزنيت والصويره، هذوك هما المناطق في العالم كله فاش تيتواجد ارغان، داكشي علاش حنا ارغان العالم كله تيجي ياخذوا في المغرب، داكشي علاش هو قليل، ما حد الشعوب تتكتشفوا، ما حدو هو كيقل، وخصوصا هاد اليمن هاد زعما هاد السنين ديال الجفاف راه ما كاينش ارغان. هاد العام شويه ولكن باقي غالي، مازال ما موجدش بواحد الدرجه اللي زعما نلقاو بالكثره. تيجيو الناس ما حد دابا مورا كوفيد ملي تحلوا المطارات راه شويه، ماشي بحال كي كانت في اليامات ديال الحجر الصحي ولا ملي المطارات مسدودين ما تدخلش السياحه هنا المغرب. كاين هنا السياحه الداخليه اللي كتقدا عنا، وكاين السياحه الاجانب خصوصا الدول العربيه. انا اصلا كنت خدامه معها في الاول، كنت انا كندير موديليس، كندير مصممات الازياء، خدمت سنين في الصناعه التقليديه وفي هذا، ومن بعد ملي فكرت خدمت مع موزعه واحد الشركه امريكيه، تما تعلمت هما تيديروا برودوي ديال لوي فيرا، وتما قلت مع راسي علاش ما نديرش البرودوي ديال بلادي، وباش ديك الطاقه اللي كنعطي للمنتوج ماشي ديال بلادي نعطيه للمنتوج ديال بلادي. من تما كنطلقت ودات البرودوي ديالنا ارغان ديالنا وسامرت الحمد لله. لا كاينين بعض العيالات تخدم تتقول لك لا ما يمكنش ليا، انا وحده ذاك النهار قالت لي انا ما تنقصش موعد، ماشي مسؤوليه ديالي، ما كديرش الشغل ديال الدار ماشي المسؤوليه ديالها، ما عرفت ديال من الا كانت كتسمعني لان هضرت فيها، قلت لها واش تكون المسؤوليه ديال من عندها الوليدات، قالت لك ماشي المسؤوليه ديالها دير الشغل ديال الدار وماشي المسؤوليه ديالها. طيب لا بالعكس، انا ما خصنيش كنحس بالنقص، خصني ندير نقوم بالواجب ديالي كأم، عاد تندير الواجب ديالي كأن في ميدان العمل، يعني نمشي للمحل ونخدم ونتلاقى مع الكليان ونضحك وداكشي ونبيع معاهم ونشري. الواجب ديالي هو الاول كأم، خصني ندير الواجب ديالي كأم، لان ما يمكنش ليا كيما كنت نكون تا وزيره ولا نكون كيما كنت، انا خصني نكون امراه، هي الاولى خصني نكون امراه، عندي واحد الدور ديال التربيه ديال الاولاد، وعندي الدور ديال خصني ندير لهم ما ياكلوا، خصني هذه ديالي انا زعما كيفاش كنشوف انا لافي زعما الحياه كيفاش تنشوف الحياه.